السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العقرب، تاريخ الفيديو بتاعك 6 ابريل. صلي على الحبيب باذن الله، ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب وهيعوضك عن اللي انت فيه حياتك ده، او بمعنى اصح عن الظلم والاذى اللي واقع عليك. فركز معايا كويس جدا في الطالع بتاعك وفي توقعاتك، وباذن الله ربنا يجبر بخاطرك ويبشرك من جبره او يكرمك من حيث لا تحتسب. انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب، واخر الفيديو هنرد بالرسالة بتاعتك على الامنية اللي انت حاططها ببالك، ولعل تكون رسالة جميلة وتكون طاقة ايجابية، او بمعنى صح يكون فراغ لحياتك الايام اللي جاية. فركز معايا كويس جدا في اللي ينطبق عليك، وانزل قولهولي في الكومنتات. بسم الله، برج العقرب، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دايما دماغكم مرفوعة، مفيش حاجة اسمها تكسر لحد، مفيش حاجة اسمها اوطي ابص رجل حد، مفيش حاجة علشان ليا حاجة عند حد اتذلله. انتوا المبدأ ده مش عندكم نهائي، دايما راسكم مرفوعة، دايما طاقتكم عالية، عندكم دفعة لقدام، ازدهار ثقة بنفس محدش يقدر عليها. وعشان كده انتوا الايام دي او الفترة دي هي انتوا ماشيين في طريق، الطريق ده اي نعم حاسين ان هو متعب بس في طاقة ايجابية. اول حاجة انتوا هنا عندكم فرحة باذن الله، الفرحة دي هتكون كبيرة جدا وهتكون كده دفعة لكم، او زي ما تكون ضربة لكم قوية جدا. كمان انتوا هنا في شوية قلق، شوية حيرة، شوية خوف، شوية توتر، لا اما من المستقبل، لا اما على حد، لا اما حد تعبان. خلوا بالكم من الحتة دي. انتوا هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم في مال انتوا شغالين عليه، او في حاجة معينة انتوا شغالين عليها، الله اعلم. طاقة تغيير، الله اعلم. فالفترة دي هي فترتكم في طاقة ايجابية. اي نعم كمان الفترة دي في اهتمام، انتوا بتهتموا بالشريك او الشريك مهتم بيكم، في اهتمام اول فترة دي. في علاقة حب جميلة جدا، في يعني تغيير مسار كده في حياتكم العاطفية عشان في امور حلوة. كمان عندكم احداث جديدة، والاحداث دي هتكون في صلاحكم انتوا، علشان انتوا بقالكم مدة مستنيينها بمعنى اصح، وبتدعوا ربنا انه في طاقة ايجابية. عندكم كلام يخص اطفال، لاما انتوا بتاخدوا علاج علشان الحمل، لاما مستنيين طفل جديد، لاما انتوا في كلام يخص اطفال عندكم، الله اعلم. بس في امور تخص الاطفال، في بشرة خير، والبشرة الخير دي هتكون قوية جدا. في كمان البعض منكم هيتقدم له عرض، اذا كان عرض شغل او اذا كان عرض عمل، او اذا كان حاجة جديدة في حياتكم، ممكن يكون ترقية، ممكن يكون سفر، الله اعلم. اليومين دول ممكن يكون انتوا عندكم صلح بينكم وبين حد، عندكم رجوع للمنفصلين، بس حاليا العين مأثرة عليهم جدا وبشدة، لدرجة هي اللي عاملة لهم النفور ده، ومش عايزين يتكلموا، وحتى التليفون ما بيردوش عليه، وعايزين يقعدوا لوحدهم. انتوا خايفين على طفل، خايفين على بنت، خايفين على حد عندكم عايز يعمل عملية، او في حد عندكم شغال 24 ساعة، في 24 ساعة بيشغل نفسه بكل الطاقات علشان خاطري بيجهز نفسه، او في طاقة عندكم معينة. بعض الوسواس عندكم، بعض الوسواس ده عامل لكم قلق وعامل لكم حيرة. كمان انتوا هنا بصمتوا ان انتوا لازم تتخلصوا من الاعداء اللي حواليكم وتصبحوا اشخاص اقوى عن الاول. عندكم مصدر حلو جديد هيدخل ليكم وهينور طريقكم. كمان انتوا هنا في هدية بتتقدم لكم، او حد هيقدم لكم هدية. الوضع الصحي عندكم ملازمكم شوية ومخليكم مش مرتاحين نفسيا. كمان انتوا عايزين تتواصلوا مع شخص غايب عنكم بقاله مدة، او شخص بينكم وبينه مسافة، الله اعلم. عايزين تتكلموا معاه، عايزين تفتحوا معاه مواضيع، عايزين يبقى في حاجة، الله اعلم. كمان انتوا هنا لو شغالين شغالين على نفسكم قوي، شغالين على حياتكم قوي، فيا تهتموا بصحتكم شوية، علشان الصحة عندكم في النازل، المناعة عندكم ضعيفة، عصبية، ضغوط نفسية عاملة لكم
عراقيل. البعض منكم بيحب الذهب، البعض منكم بيحب الفضة، فعندكم انتوا هنا هدية جديدة من الحاجة اللي انتوا بتحبوها. مين الشخص اللي هيعرض، يعني هيديكم عرض، وانتوا العرض ده هتمسكوا فيه ومش هتضيعوه من ايديكم، اذا كان مشروع او اذا كان حاجة معينة، فهو فيه خير ليكم وفيه طاقة ايجابية. حواليكم اكتر من حد منافق، اكتر من حد بيظلم فيكم وبيخدع فيكم، بس انتوا مقررين ان انتوا تنجحوا. الاستقرار العاطفي ده في امورك انت شخصيا هيريح قلبكم. كمان حاولوا تهدوا اللعب شوية، اذا كان بينكم وبين الشريك او اذا كان بينكم وبين حد، علشان خاطر انتوا ضاغطين على نفسكم في اكتر من حاجة، رغم ان عندكم حاجة طاقة جديدة او عندكم امور حلوة. ليه الفترة دي انتوا بتعانوا من التوتر والقلق والحيرة، وحاسين ان انتوا تايهين كده ومش عارفين تاخدوا قرار، لدرجة ان عينيكم مش قادرين تفتحوها؟ دايما عندكم احساس ملازمكم ان الطاقة بتاعتكم خلصت وان انتوا مش قادرين تستحملوا اي حاجة، رغم ان الفترة دي هتكون في امور حلوة وهيبقى في تقدير لحياتكم بالكامل، كمان هيبقى في طاقة تانية جديدة. الوضع هنا انتوا عامل لكم قلق، عامل لكم خوف، عامل لكم ضغوط كده، بس في انفراجات انتوا ناويين عليها او ناويين على حاجات تشتغلوا عليها. تقلب المزاج عندكم بيلازمكم بالضغوط النفسية. الفترة دي كمان عندكم عصبية زايدة، انتوا عصبيين او الفترة دي، او في طاقة ملازماكم بالسلبيات الله اعلم، او مش راضيين عن حاجة عمالة تزعج فيكم، عمالة تقلب حياتكم، وعشان كده القلق واضح جدا على ملامحكم. كل ما تبصوا في المراية بتحسوا ان انتوا مش انتوا، بتحسوا انه في حاجة غلط حصلت، بتحسوا انه في حاجة، ايه ده، احنا مش احنا خالص. الامور عندكم بتتحرك لصالحكم انتوا، بس انتوا شايفينها العكس. عندكم كمان جوه قلبكم حبة كتلة من الزعل، كتلة من الضيق والخنقة، وبتقولوا يا رب هون علينا المرحلة اللي احنا فيها دي. رزقك كبير جدا، رزقك ربك هو اللي قادم عليه، فما تقلقش خالص. اقدر كمان ابشركم بخروج طرف ثالث بيحاول يأذي علاقتكم، بيحاول ان هو يأذيكم، وبيحاول ان هو يعمل لكم العراقيل اللي انتوا فيها في حياتكم. الحاسة القوية عندكم مخلياكم قلبكم دليل، قلبكم دليلكم على كل حاجة. انتوا هنا ما توقعتوش ابدا ان الشخص ده يأذيكم او الشخص ده يعمل لكم اللي انتوا فيه، عشان كده كارهين حاجات كتيرة جدا حواليكم، ومن طيبة قلبكم او من ان انتوا ثقتكم في ربنا عالية، دايما ربنا قادر ان هو يكشف لكم كل الناس اللي في حياتكم. فكمان ان هنا عندكم مكالمة مستنيينها في الطريق، او عندكم حاجة جديدة، والحاجة الجديدة دي هتكون سبب في البهجة اللي انتوا فيها. الفترة دي ممكن تكون فترة صعبة جدا، ان انتوا مش حاسين بالراحة ولا بالاحتواء، ومش لاقيين اللي يطمنكم، وعشان كده انتوا عندكم خبر حلو، بس دايما اكتموا وداروا على اي حاجة في حياتكم، والفرحة دي هتعيد نشاطكم، هتعيد ثقتكم برضو بنفسكم، وهيبقى المعنويات عندكم ارتفاع عالية. حد هيقدركم، وحد هيطبطب عليكم، حد هيتكلم معاكم. انتوا خدتوا قرار ندمتوا عليه، والقرار ده انتوا زعلانين، مازال ما زعلانين عليه او في حياتكم. العصبية عندكم زايدة، العصبية عندكم فيها قلق، فيها توتر، فيها خوف، انتوا مش واثقين في حد خالص من اللي حواليكم، عندكم شوية كسل، شوية خمول، شوية ارهاق، في شوية انفراجات عندكم، في اكتر من مكسب ليكم برضو هيخليكم كده مبسوطين وفرحانين. عندكم هنا خروج من الضغط اللي عليكم، وكمان انتم مقررين تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم. ناويين، يعني مثلا ممكن يكون عندكم كذا طاقة هتغيروها، في حاجة حصلت عندكم مخلياكم مخنوقين او لحد ومازال لحد الان، هنا كمان في طبطبة عليكم وفي رجوع لحد، او في حد هيرجع لكم، انت هترجع لحد الله اعلم. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتقعدوا في مواجهة، والمواجهة دي هتكونوا اصحاب قرارات حاسمة، هتكونوا مميزين جدا في كل كلمة طالعة من لسانكم، وهتكونوا بمعنى اصح اشخاص مختلفة. ليه؟ علشان الطاقات بتاعتكم عالية، الازدهار بالنفسي عندكم بسم الله دفعة لقدام بشكل كبير جدا، طاقة جديدة بشكل كبير جدا، راحة من بعد التعب اللي انتوا بتمروا بيه، الخوف والقلق اللي في حياتكم ده او ملازمكم بمعنى اصح، هيكون في طاقة ايجابية.
تانية، هيكون في فرج، هيكون في اخبار تانية. انتوا عندكم كذا دفعة لقدام، عندكم كذا طاقة لقدام، او بمعنى اصح الفترة دي هي فترة اندفاعكم عن النفس. لو كنتوا قاعدين في قاعدة وحد قال عليكم كلام سلبي، انتوا هتكونوا اصحاب قرارات حاسمة، هتكونوا اصحاب قرارات كده بشكل مختلف جدا. ليه؟ علشان الخوف اللي عندكم والقلق والتوتر ده انتوا ناويين تخرجوا منه، ناويين تطلعوا بعيد عنه. طاقتكم مفتوحة، طاقتكم فيها ثقة بالنفس وفيها تجديد كده وفيها امور حلوة. ابتسامتكم هتكون مرسومة على وشكم في الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان كل الضغوط اللي انتوا فيها دي مش هتكون لصالحكم خالص، بالعكس الضغوط اللي انتوا فيها دي هيبقى طاقة سلبية ليكم. ليه؟ علشان اللي حواليكم مش حابب لكم الخير، وانتوا علشان روحانياتكم عالية وبتكتشفوا على طول الأشخاص اللي قدامكم، أو بمعنى أصح بتكتشفوا كل الأذى اللي واقع عليكم من المقربين لقلبكم، فانتوا مقررين ان انتوا تدوا دفعة لقدام لحياتكم وتشوفوا الدعم اللي انتوا مستنيينه بكل الطرق. الطاقة بتاعتكم بسم الله مفتوحة، اندفاع عن النفس عالي جدا، كلام كتير جدا يخص حاجات انتوا معينة في بالكم، برضو في دعم حلو جدا، كذا حاجة انتوا هتحاولوا تجددوا منها، كذا حاجة هتحاولوا تطلعوا منها، في امور انتوا شغالين عليها الفترة دي. عندكم دايرة ومقفولة عليكم، الدايرة دي مقفولة عليكم وما زالت مقفولة، وعشان كده العقربة اللي موجودة في حياتكم بتحاول تأذي فيكم، بس انتوا علشان روحانياتكم عالية وربنا دايما كاشف لكم البيبان اللي مقفولة عندكم في حياتكم، فهيكون عندكم خبر حلو جدا وهيكون في طاقة هتتبشروا بيها بالخير. انتوا هنا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي أذانا وكل اللي ظلمنا وكل اللي أخذ مننا حاجة غصب عننا، وعشان كده انتوا قررتوا ترموا ناس زي ما قلت لكم في حياتكم. بس انتوا البعض منكم تعبان بسبب الديون اللي عليه، البعض منكم تعبان بسبب الطاقة المعينة اللي بالكم مشغول بيها، الله أعلم. بالكم مشغول جدا وبتفكروا أكتر الفترة دي. هنا بصوا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم خروج من علاقة تانية زي ما قلت لكم، وهيبقى فيه راحة وهيبقى فيه جبر خاطر ليكم انتوا، واقدر ابشركم بنقل من مكان لمكان او من طاقة معينة هتخرجوا منها. في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني الفترة دي هتكون هي فترتكم انتوا لإثبات وجودكم في حاجات كتيرة جدا. اغلب الوقت انتوا هنا مستنين حاجة معينة في بالكم، في مشكلة هتحلوها الفترة دي وهتخرجوا من الطاقة السلبية بإذن الله، وهتاخدوا حقكم تالت وثالث في حاجات كتيرة جدا. انتوا دايما ظاهرين القوة بتاعتكم، دايما ظاهرين ان انتوا مختلفين، لكن عندكم طاقة معينة أذياكم. عندكم هنا شعور من وقت للتاني، الشعور ده ملازمكم بالأذى، القوة عندكم قوة خارقة. احذروا هنا من واحدة ست، الست دي متابعة كل أموركم وكلها حقد وغل اتجاهكم. بلاش كمان تكونوا متسرعين الفترة دي في أي قرار خطأ. انتوا هنا بصوا الحال واقف عندكم، بس الحال الواقف ده ممكن يكون لصالحكم انتوا في الوقت المعين، علشان انتوا حاسين دايما ان انتوا في طاقة متحكمة فيكم، حاسين دايما بالمرض، حاسين دايما بالأذى. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة حلوة جدا ليكم، علشان في مال انتوا مش حاطينه ببالكم، او بمعنى اصح انتوا مش يعني مش راسمين له حاجه، فهيبقى الفترة المال ده حلو جدا. رغم ان الفتره دي بص انتوا هنا وشكم دبلان بمعنى الطريقه، وفتره حاسين ان هي فتره صعبه، ومن كتر الخذلان اخدتوا اكتر من ضربه فوق كتفكم، وهتبصموا بقى ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، وعشان كده انتوا هنا هتسد الديون اللي عليكم، ممكن كمان تسافروا. اقدر ابشركم انتوا هنا مستنيين خطوبة، مستنيين حاجة تخص الجواز او تخص العاطفة. دايما حسن الظن بالله ده بيديكم تفاؤل وخير، وعشان كده جايلكم اخبار حلوة انتوا راسمينها في بالكم. الضيق اللي انتوا فيه ده هيبقى فيه انفراجات حلوة، وفي حاجة حلوة قوي بتترتب لكم هتحصل لكم الفترة اللي جاية هتكونوا انتوا مستنيينها، دي هتخليكم كده ان انتوا تنسوا كل حاجة اتظلمتوا فيها. اليومين اللي جايين دول انتوا هتكونوا طاقة تانية مختلفة، وهيكون عندكم ممكن كمان عودة حد
ليكم، وهتشوفوا الحد ده اذا كان فعلا عايز مصلحة، هو هيرجع لكم علشان بيحبكم ولا هو كذاب. بتحاولوا دايما ان انتوا تسعوا تكتشفوا، تطلعوا كل المهارات الجديدة عندكم في شغلكم. دايما بتحبوا تكونوا مميزين جدا في كل حاجة، وعشان كده انا بقول لكم انتوا محتاجين التركيز الزايد عن اللزوم، علشان الفترة دي هي فترتكم انتوا للتواجه بتاعكم، وعشان كده الدفعة بتاعتكم دي هتكونوا انتوا طاقتكم، هتطلعوا من اي خيبة الامل او اي ازمة انتوا بتمروا بيها. كمان الاهتمام بالنفس اللي عندكم ده مخليكم ملازمكم في حاجات كتيرة جدا، الاساسيات عندكم واضحة جدا في حسم العلاقة وفي الطاقة الايجابية. كمان انتوا هنا ممتلكين، في حد متملك منكم او انتوا في علاقة سامة او حد انتوا متملكين منه، في عندكم حاجة تخص التملك، وعندكم حد دايما بيراقبكم وبيراقب ادق التفاصيل في حياتكم، وعشان كده انتوا هنا بسم الله ما شاء الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، عندكم طاقة تانية خالص. اهتمامكم بالمظهر بتاعكم وشراء حاجتكم الجديدة ده اكتر سبب هو عامل لكم الطاقة اللي انتوا بتمروا بيها دي. ودايما اقول ان انتوا هنا اصحاب تملك بشكل كبير جدا، حالتكم النفسية تبدأ تتحسن بكل الطرق اللي انتوا عايزينها. في هنا حبة امور مأثرة عليكم، حبة أمور عاملة لكم أذى، حبة أمور مخلياكم مخنوقين، مخلياكم دايما في مراقبة عندكم زي ما قلت لكم. فكمان انتوا الفترة دي مستنيين بقدر المستطاع الرسالة اللي حط، يعني دايما كل شوية تبصوا في نتيجة، تبصوا في الساعة، تبصوا في حاجة كده عشان بتحسبوا الوقت. في حضور مناسبة حد هيدعيكم فيها، اذا كانت زفاف او اذا كانت خطوبة او انتوا هتحضروا في دعوة، الله اعلم، هيبقى في مناسبة حلوة جدا. وهتحاولوا برضو الفترة اللي جاية، علشان هي هتحسوا ان هي فترتكم، هتطلعوا من عدم التوازن في الامور اللي شاغلة بالكم، وهيبقى في كده طاقة معينة، وعايزاكم تحذروا من شخص بيدبر لكم مقيدة، والحد ده مش هي يعني مش هيعمل لكم حاجة، بس بلاش تبوحوا قدامه باسرار او بكلام، هو ربنا اللي هينجيكم منه في الوقت المناسب. ليه؟ علشان انتوا فعلا قلبكم طيب جدا، والطاقة اللي عندكم دايما بتخليكم تقعوا في مشاكل انتوا في استغناء عنها، او بتخليكم دايما ان انتوا يعني تتعبوا وتتأذوا وانتوا ما لكمش اي علاقة او اي اذى في اي حاجة من الاشخاص اللي في حياتكم دول، هم اصلا يعني موجودين علشان يأذوا الناس، موجودين ان هم يودوكم طاقة سلبية. في حد غدركم او حد اذاكم وبتقولوا مستحيل ان احنا نسامحه حتى لو الجنة واقفة علينا، يعني لو هيدخل الجنة واحنا السبب احنا مستحيل ندخله الجنة. ليه؟ علشان شخص خانكم او غدر بيكم. انتوا ممكن تسامحوا في اي حاجة، بس في الغدر والخيانة مستحيل حتى تفكروا في السماح، دي حاجة كده انتوا واخدين عنها فكرة بعيدة عنكم خالص. عندكم اندهاش، او هتكونوا مندهشين جدا الفترة اللي جاية. انتوا دلوقتي بتتعاملوا بالمثل، اللي يعاملكم ببرود بتتعاملوا معاه ببرود، اللي يعاملكم بحب بتتعاملوا معاه بحب. شوفوا انتوا يعني كله دلوقتي المعاملة بقيت بالمثل، مفيش حد ماشيين بقاعدة انه مفيش حد احسن من حد، ولا انت احسن مني ولا انا احسن منك، زي ما هتعاملني هعاملك، زي ما هتتكلم معايا هتكلم معاك. انتوا اليومين دول حرفيا ماشيين بالمصدر ده، ماشيين بالطاقة دي. ليه؟ قلتوا احنا اللي فينا مكفينا، ما عدناش ناقصين ولا غوء ولا ظلم ولا حقد من حد، انا مستحيل خالص اسامح حد ظلمني. تخيلاتكم غريبة جدا، ممكن تكونوا قاعدين في امان الله بترسموا مشاريع وخطط وبتوصلوا للعالم التاني، وترجعوا وفي ثانية تكون الدنيا تمام معاكم. برضو البعض منكم ممكن يكون حاسس بالملل، حاسس ان هو مالل، حاسس ان هو عايز يعمل حاجة جديدة، عايز يعني يعمل كذا اي حاجة جديدة. بالفعل انتوا عندكم تجديد، حاولوا تجددوا، علشان الروتين اللي انتوا فيه ده بيتعبكم انتوا نفسيا، بتخليكم حاسين ان كل البيبان مقفولة في وشكم حتى لو هي مفتوحة. ليه؟ علشان انتوا مش شايفين اي حاجة، او مش حاسين ان في حاجة بقى ليها طعم في حياتكم او في بقكم. عندكم هنا كمان
انتوا هتحرجوا حد الفترة اللي جاية بسبب ان هو هيتدخل في خصوصياتكم، او بسبب ان هو هتحس ان انت هتقولوله انت بتتدخل في خصوصياتنا ليه، لا انت ما تتدخلش، لا انت ما تتكلمش، لا انت ما تعملش. هتحرجوه جدا، وهتكونوا انتوا فعلا صحاب حق. وزي ما قلت لكم، وقف الحال اللي عندكم ده طبعا بسبب ان انتوا معرضين دايما للحسد الشديد، معرضين دايما ان العيون تكون عليكم، فلازم تحصنوا نفسكم اول باول، لازم امر طبيعي. ما تعملوش حاجة في يومكم غير ان انتوا تحصين النفس. تحصين النفس ده يخليكم تطلعوا من اي حاجة. انتوا دايما بتكونوا يعني ضحايا لناس موجودة في حياتكم، وانتوا مظلومين. يعني ان بلاش تكونوا ضحية لاي حد، بلاش تعرفوا تخلوا الشخص اللي قدامكم يستغلكم، وبلاش تدوا نفسكم طاقة سلبية. بلاش تقولوا احنا منحوسين، احنا طاقة سلبية، احنا لا، انتوا كده بتدوا دفعة ليكم بالسلبيات، فبتتحكم فيكم، فبتخليكم تعبانين نفسيا. انتوا لازم تحطوا كده قاعدة قدامكم ان انتوا مفيش حد زيكم، وتدوا بتكونوا انتوا مصدر القوة لنفسكم. طول ما انتوا مصدر القوة لنفسكم، طول ما حياتكم هتتغير للأفضل بإذن الله. وهتقابلوا يعني الفترة الجاية دي هتكون فيها لقاءات كده غريبة، وفيها طاقة تانية جديدة، أو أمور معينة في حياتكم. أي نعم انتم مش مرتاحين من كذا ناحية، بس الحاسة القوية بتاعتكم دي هتهدي نفسكم كده، هتكون طبطبة عليكم. وبخصوص النغزة اللي انتم حاطين، يعني النغزة اللي هي عندكم دي بتجيلكم من وقت للتاني، ان شاء الله بإذن الله من خلال من ورا النغزة دي ومن ورا الطاقة هيبقى فيه فرصة كده حلوة. هتحسوا قد ايه ان طبطبة ربنا عليكم كبيرة جدا، وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة وطاقة كبيرة بسم الله ما شاء الله عليكم. هتكونوا متألقين وهتكونوا واثقين من كل حاجة في حياتكم. كمان الفترة دي ممكن يكون عندكم اختبار من ربنا، خلوا بالكم انتوا بتمروا بيه، اختبار قوي، اختبار طاقة، اختبار امور، الله اعلم، بس هيكون في طاقة حلوة جدا ومفاجأة انتوا هتفرحوا بيها قوي. كمان بصوا هنا، في صفقة او في شراء وبيع، او انتوا داخلين انتوا بتشتروا عقارات، او في طاقة تانية معينة، بس في زعل جواكم، والزعل ده بيحاول ان هو يعني يتملك فيكم، بس انتوا مش هتخلوه يتملك فيكم، ودايما هتظهروا القوة اللي عندكم والطاقة الايجابية. وكمان ربنا هيهون عليكم اللي انتوا فيه ده، وهيعدي عليكم اي مرحلة صعبة انتوا بتمر بيها. ربنا كريم جدا عليكم، وهيديكم الدفعة لقدام، وهيخليكم تعرفوا تحققوا النجاح اللي انتوا عايزينها. بس انتوا التركيز بتاعكم اليومين دول مش معاكم خالص، ما بقاش عندكم تركيز في اي حاجة. ودايما اقول لكم بلاش، يعني حاولوا ان انتوا تركزوا. انتوا بتنسوا ودايما سرحانين، دايما ما بتفكروش كويس، دايما كده في حاجات غريبة بتحصل لكم. فدايما اقول لكم خلوا اعصابكم هادية، انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش عايزين ضغوط ولا عايزين طاقة سلبية. لازم تحصنوا نفسكم اول باول، واي حاجة عاملة لكم اذى او اي حاجة متحكمة ارموها ورا ظهركم. ليه؟ علشان الفترة اللي جاية دي هي فترتكم انتوا، فترة انتصاركم حتى على نفسكم. وزي ما قلت لكم، انتوا من كتر الحسد الشديد الفلوس عندكم متبخرة، وعشان كده دايما من اكتر الفترات بتلاقوا مجرد ما بتمسكوا الفلوس بتلاقيها طارت كده في ايه ما تعرفوش، تفضلوا تسألوا أسئلة كتيرة جدا. على أتفه الأمور بتتعصبوا، على أتفه الأمور في مشاكل، ودايما واقفين للوحدة بينكم وبين الشريك، وده أكبر خطأ. وأنا دايما أقول لكم ادوا فرصة للي قدامكم علشان أموركم تتجدد، علشان تطلعوا من أي طاقة سلبية أنتم ملازماكم، أو أي حاجة بمعنى أصح عاملة لكم ذبذبة عليكم، أو ذبذبة في تفكيركم. نشوف بقى رسالتكم، ولعل تكون رسالتكم جميلة كده زي قلبكم. بسم الله. الرسالة بتاعتكم بجد تدخل القلب خالص. لا تيأس من أي حاجة تأخرت، ولا تهتم، فالله معكم. راحة البال والحب والمال في كل شيء هيكون على ما يرام. هنقول تاني، لا تيأس من أي حاجة اتأخرت، ولا تهتم، ولا تقول بقى ده الحاجة دي اتأخرت، ولا أي، ولا تدي الموضوع اهتمام. ربنا معاكم، راحة البال والحب والمال وكل شيء، اي حاجة انتوا بتفكروا فيها هتكون زي ما انتوا بتفكروا فيها بإذن الله الفترة اللي جاية. بسم الله. رسالتكم جميلة جدا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا ما تنسوش تدعموني باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدة، وانزل لكم دايما
طاقات إيجابية بإذن الله. تحياتي لكم.